كنا جميعا نرحب بمعالي الاستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الامين العام لرابطه العالم الاسلامي والذي يشرفنا في هذا المؤتمر. فاهلا به في صعيد مصر، واهلا به على ارض جامعه اسيوط، ونقول له ان المملكه العربيه السعوديه الشقيقه هي بحق هي صنع مصر، فمصر والمملكه السعوديه هما عنوانان تفخر بهما امتنا العربيه وامتنا الاسلاميه. ومصر لا تنسى ابدا موقف الاشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكه السعوديه والمغفور له جلاله الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وقف وقفه الرجال الشرفاء مع مصر في الفتره الاخيره. نرحب بمعالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. ومعالي الاستاذ الدكتور جعفر عبد السلام الامين العام لرابطه الجامعات الاسلاميه. ويضيفنا جميعا معالي الاستاذ الدكتور احمد عبد الجهيص رئيس جامعه اسيوط. ومعالي الوزير المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط. والاستاذ الدكتور صحر عبد الجيد مدير مركز الدراسات المستقبليه بجامعه اسيوط. الساده الحضور، كما نرحب ايضا بالاباء وكل وفود الكنائس